وفي قراءة بالمجموعة الثانية، البحرين تهزم الكويت بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتواجه العراق في نصف نهائي بطولة الخليج. نتابع. خطيرة جدا، خطيرة جدا. علي مدن، علي 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 يسجل، علي عملها، علي. نعم 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 نعم، أول أهداف اللقاء للبحرين. يلاقوا زيك فين يا علي؟ علي مدن قطع كويس قوي، عمل سويتش من حال الضربة الحرة. ضربة الجزاء، ضربة الجزاء يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. بكل هدوء، بكل ثقة، وبكل تأني، أقدام يوسف ناصر تغني وتعني. منتخب البحرين بيحاول، اقترب أكتر وأكتر التصويبة، ولكن يسجل. مش معقول. لا 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 لا. الأحمر يعود، الأحمر يعود. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على كرة القدم ومتعتها. والبحرين 0-0 وفارق الأهداف. تاني على طول العرضية الخطيرة، انطلاق من العمق. المنتخب الكويتي حتى اللحظات الأخيرة مجنون، مجنونة يا كرة القدم، مجنونة. أي جنون، أي جنون، ويا لها من فنون، أي جنون، ويا لها من فنون.